وزارة الداخلية بتقوم بضبطياتها الحمد لله زي الفل، وعاملين المعرض بتاع كلنا واحد زي الفلين. شوف بقى، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بتعلن وزارة الداخلية عن المرحلة رقم 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، المرحلة 22 دي بتاعت مبادرة كلنا واحد بدأت من النهاردة الصبح، هتفضل مستمرة لحد بإذن الله سبحانه وتعالى 13 إبريل، يعني لحد يوم 11 رمضان أظن. التنسيق اللي عملته الداخلية عملته مع كبريات السلاسل التجارية، بإجمالي كم فرع بقى؟ 993 فرع وشوادر وعربيات متنقلة في كل أنحاء الجمهورية، هتوفر لك بإذن الله كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تبدأ أو تخفيضها يبدأ من 25% لحد 60% حسب المنتج، يعني منافذ صورة دقة. خش على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، خش على الموقع يعني، وهتبص هتلاقي مثلا فلان الفلاني ساكن في محافظة الجيزة، هتلاقي كل الحاجات بتاعت محافظة الجيزة. فلان الفلاني في القاهرة، كل الحاجات بتاعت القاهرة، أسوان، المنيا، الدقهلية، دمياط. شوف التقارير هتستفيد منه. فاصل ونكمل الكلام. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر فعاليتها على مدار شهر. وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف من المبادرة. أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا، وفعلاً الحاجات الماتيريال بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جداً. مبادرة هايلة، وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جداً، فإحنا طبعاً بنشكر جداً وزارة الداخلية على المبادرة الحلوة اللي هي عاملاها دي، وكل سنة وانتم طيبين. المبادرة جاية في وقت كويس جداً في دخول شهر رمضان، شايف المنتجات متوفرة وكميات كبيرة والأسعار في متناول الإيد يعني مقارنة بالأسعار اللي موجودة بره. تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات، وكيانات صناعية وشركات تجارية متخصصة، وشوادر ومنافذ بالميادين المختلفة، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ليسهل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم، فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه قوافل متنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة. حابة أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بالمواطن المصري ومبادرة كلنا واحد، اللي بنقدر نحنا ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا، خصوصا نحنا داخلين على أيام مباركة. صراحة في انخفاض في السعر عن اللي هو الأسعار العادية بنسبة 30-40%، يعني الدقيق مثلا على سبيل المثال الكيلو ب15 و16، لا لقيته ب9 وب10. فالحمد لله أنا بشوف المبادرة موجودة في الأحياء الشعبية كمان وفي كل المناطق، حاجة كويسة جدا وتدخل مطلوب في الظروف اللي احنا فيها دي. كميات كبيرة من السلع في السلاسل التجارية تتسم بالجودة العالية، وتشير اللافتات عليها إلى نسب التخفيضات في إطار المبادرة، وهو ما جذب أعدادا كبيرة من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع، بخاصة تلك التي ترتبط بشهر رمضان المبارك. أسعار أقل مما كانت عليه في السابق، يعني دلوقتي أحسن من أسبوع فات. الأسعار مخفضة بحيث إن أنا أقدر أشتري كمية أكبر، خصوصاً إحنا داخلين كمان على شهر كريم، فأكيد بنحتاج حاجات أكتر. الاحتياجات اليومية، الزيوت والسكر، المكرونات، الحاجات دي أسعارها بقت ألطف كتير وأحلى كتير. أنا بشكر وزارة الداخلية على المبادرة الجميلة في ظل ظروف العالم اللي بيمر بيها، وتخفيض الأسعار 50% دي حاجة كويسة. أنا بشكر سيادة الرئيس على المبادرة ديت، وإن هي تكون مستمرة دايماً على طول. إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة، وبالجهد الذي تبذله القيادة السياسية للتخفيف عنهم، وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين
من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة. فعلاً الأسعار منخفضة وكويسة جداً، وأنا طبعاً بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي، وبشكر وزارة الداخلية، وجيت اشتريت حاجات كتير وربنا يخليهم يا رب ويبارك في البلد الجميلة دي. كلنا واحد مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة، تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية، وتأتي من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم. إقبال كبير من المواطنين على السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 22 منها، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.